من ليالي رمضان. نسأل الله ألا يحرمنا أجر تلك الليلة. وقد كان السلف الصالح إذا دخل رمضان بشر بعضهم بعضا بهذا الشهر العظيم وتهيأوا له واستعدوا، وقدوتهم في ذلك كله وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من رمضان عندما يرى هلال رمضان كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يا ربي أهل علينا، أدخل علينا هذا الشهر وهذا الهلال بالأمن والإيمان، يدعو للمسلمين ولبلده بالأمن والاستقرار والأمان والإيمان، الإيمان الذي يزداد في رمضان، والسلامة والإسلام، وزدنا يا ربنا من السلامة وزدنا من الإسلام، اجعلنا من المسلمين. ثم يقول الحبيب محمد مخاطبا الهلال: ربي وربك الله هلال خير ورشد، ربي وربك الله هلال خير ورشد. أحبتي في الله، إذن هذا أول أيام رمضان يمر، وهذه أول مسامرة تجمع بيننا في هذا الشهر الفضيل، فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في رمضان وفي أيامه وفي لياليه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أهل رمضان علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اجعلنا في نهاره من الصائمين وفي ليله من القائمين ولأجره عندك من المحتسبين، واجعل أوله لنا رحمة وأوسطه مغفرة لذنوبنا وآخره أنت لرقابنا من النار، يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار. اللهم قوي صلتنا بالقرآن واجعلنا له من التالين وعليه من المحافظين وبه من العاملين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر أخواننا المجاهدين في كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين، اللهم انصر وأيد في هذا الشهر الكريم أخواننا المجاهدين في ليبيا واليمن وسوريا والعراق وفلسطين، انصرهم على الطغاة والمجرمين، انصرهم على الظلمة المتكبرين، سدد رميهم يا رب العالمين، وحد صفوفهم يا رب العالمين، شل عدوهم يا أكرم الأكرمين، قر أعينهم بالنصر في هذا الشهر الكريم. اللهم سلم بلادنا من كل ضر، بارك فيها وفي أهلها، بارك في قوتها ورزقها، بارك في أيامها ولياليها، جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وحد صفوفنا وكلمتنا، وحد صفوفنا وكلمتنا، وحد صفوفنا وكلمتنا على الخير ونصرة الإسلام والمسلمين في هذه الربوع يا كريم يا رحيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.